سامحونا بقى، احنا هنلعب النهارده في مطبخ مفيد عشان هي تيجي بكره ان شاء الله بالسلامه. معانا مروه، اهلا بيك يا مروه. اهلا يا منى، ازيك يا مروه؟ الحمد لله تمام. هتعملي لنا ايه مروه؟ ابتدي بقى. انا هعمل الاول الجمبري بالفلفل. هقول المقادير بتاعته. هي هيبقى محتاج نص كيلو جمبري متقشر، ومعلقتين زيت زيتون، وفلفل الوان مكعبات، ومعلقه جنزبيل، ومعلقه ثوم، ومعلقتين كزبره خضراء، وبصله شرايح، ونص كوبايه سويت تشيلي صوص، ولو حد مش عايزه سبايسي ممكن بدلها صويا صوص، وملح وفلفل. وهنقدم معايا رز بسمتي على البخار او مسلوق. يعني جميل. شكلك متوتره. لا جميله. ليه والله؟ لا لا شويه. لا لا لا, 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 لا انت بتشتغلي بنعك عك في زي دي. بشتغل محاسبه في شركه بترول. طب كويس، منورانا. اولا مش معنى الجمبري ليكي اصول سواحليه؟ لا خالص، بس هو الجمبري اكتر. انا بشوف ان بعد سن ال 30 بيبقى الحاجات السي فود احسن، ونقلل اكتر بالفراخ. لا احنا مالناش دعوه بيه خالص. صح يا مين؟ احنا مالناش دعوه بسن ال 30 ده. احنا مالنا. يلا يا حبيبتي اتفضلي. اتفضلي يا مروه. ولع طبعا على الطاسه. هنولع على نار عاليه. وهنبدا الاول نحط زيت الزيتون. نحط المعلقتين تقريبا، معلقتين زيت زيتون. بعد كده هنحط الثوم. عايزه معلقه دي من حاجه اداه من الادوات دي. طبعاً. ايوه ممكن كبيره شويه مفيده. عايزه ايه؟ كبيره. كبيره دي ولا اكبر كده؟ لا حلوه دي. كل المعالق عندنا. هنحط الثوم. و مين اللي علمك الطبيخ؟ هي مامتي واحنا صغيرين كانت دايما بتعلمنا. واحنا ثلاث بنات. احنا ثلاث بنات. لا خالص ما شاء الله عليك. كانت بتعمل بينا مسابقات يعني مين هتطبخ احلى فعلا. فحبيت الطبيخ. بس انا اكتر احب الطبيخ ان انا اخترعه، يعني ما اطبخش حاجه تراديشنال. تجددي. تجددي. قولي لنا بقى، لما بتعتذري وتعملي حاجه غلط في المطبخ، مامي علمتك تعتذري ولا عادي ممكن تعديها؟ طبعا لا 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 عادي. لا عادي. انت حطيتي ايه فوق التوم دلوقتي؟ حطيت جنزبيل. اوكي. والجنزبيل ده انا عايزه بس يعني اقول حاجه ان هو شيء مهم جدا جدا في حياة، يعني لو حد عايز يعيش حياة صحية وكويسة يعني يحاول على قد ما يقدر ياخد في أي حاجة في أكله كل يوم جنزبيل. يعني جربوا الشتاء الجاية. فوائد كتيرة جدا. يعني هو وبيخلي الواحد ما يجيلهوش برد خالص في الشتاء. بيحمي الناس من الكانسر. بيعلي المناعة بتاعت الجسم. بيعلي المناعة جدا. زي انتي بيوتيك لان هو انتي بكتيريال يعني. برافو عليك. فممكن يستخدموه في اي حاجه. ممكن تحطوا الجنزبيل يا جماعه على الاكل. حطوا الجنزبيل على الاكل سهله وتايهه وجناها يعني. ما بيقدرش يشربه لانه بيلسع شويه. انا بحبه بقى موت. بشربه واعمله تقيل. يبقى ينزل يظبط الدنيا في الشتاء. فعلا. بس هو كتره يعلي الضغط الحقيقه، عشان برضو الناس اللي عندها ضغط عالي برضو تخلي بالها. انا ضغطي واطي. انا ضغطي واطي عشان كده ما يفرقش. انت حطيتي بقى الجنزبيل والثوم. حطيت الجنزبيل والثوم. النار عالية عندك كفاية؟ ريحة الجنزبيل طلعت. ايوه والثوم. حرام عليكم يا دي. أول ما ريحته تطلع كده شوية هنحط الفلفل الألوان بتاعنا. الفلفل الألوان ده اختراع بقى. بحس إن ربنا قرر يجمل، يعني يجمل حياتنا بألوان الفلفل. كان طول عمرنا نعرف الفلفل الأخضر. بقى الأحمر والأصفر تحس إنه كده حاجة زي باقة زهور ملونة كده. الواحد فعلا بيعشق الأكل بعينه أو بيبص معلوماته بترتفع من ألوان الأكل نفسها، غير إنها فايدة غذائية جميلة جدا. مروه بتعرفي تعملي ايه تاني غير الجمبري بقى؟ ايه اللي الاكله اللي بتبدعي فيها جدا بقى في العيله وعارفينك بيها؟ هو انا حاليا بعمل تورت لعيد ميلاد وخطوبه وحاجات كده. والله دي اللي بحس ان انا مبسوطه وانا بعملها. امتى بقى هتاخدي القرار؟ امتى هتاخدي القرار انك تسيبي الشركه وغير كده وتتفرغي بقى لقصه الطبيخ المنزلي دي؟ هتستني بقى العريس ولا ايه؟ لما يجي العريس. حاسه ان لسه شويه يعني. حاسه ان انا يعني ممكن يكون الواحد لما بيغير في حياته شويه كده يعني. عايزه تثبتي نجاحك في الشغل الاول. احنا بنحط البصل دلوقتي. هنحط بقى البصل. اوكي. ما شاء الله يا عيني، ده مفيده بتتعذب يا عيني من الريحه الحلوه دي. واقفه جنبي مفيده بتبقى واقفه ريحه بيجري. دلوقتي احنا هنحط الجمبري. انت جايبه جمبري متوسط الحجم. وممكن لو حد عايز يسيب الجمبري بقشره او يشيل بس القشره ويسيب الديل بتاعه. اوكي يعني. ديل الجمبري سوري بيديله كده بيديله. فعلا. بس اهم حاجه ان هو يتنضف من النص. في سلسله رمل. ايوه كده بتبقى رفيعه دي لازم تتنضف. مش ايه نحدفه كده بس كده. الواحد لو كان متنضف يفقد الاحساس بتاع لما يبقى على البحر وياكله برمله كده. معلش انا بقول كلام فاشل. يبقوا نضفوا الجمبري محدش يسمع كلامي.
تمام. انا ممكن اعمل ده لو هتعملي لنا الحلو يا مرمى عشان الوقت يقضي. انا ممكن اعلق ده. وبعدين ايه اللي فاضل لك من المقادير؟ ما تقلقيش خالص. فاضل لك ايه من المقادير يا مرمى؟ ما فيش. بعد كده اول ما بس الجمبري يبقى لونه اورنج هنحط عليه السويت الصوص بتاعه وبعد كده نحط الكزبره. طيب خلاص بعد كده نبتدي في الكيكه بقى. ده احنا بنعمل كيكه. قولي لنا مقادير الكيك. دي كيكه دي كيكه برتقال. طب يلا مقاديرها. هنحط 5 بيضات. اوكي. قولي لنا من الورقه بقى المقادير. اصدقائنا وصديقاتنا اللي بيتابعونا. اوكي هنحط 5 بيضات وفانيليا ورشه ملح وباكت بيكنج باودر وهنحط معاه كوب سكر ونص كوب عصير برتقال وثلاث ارباع زيت ذره وكوب دقيق ذره واثنين كوب وكوب دقيق عادي. اوكي عادي تخلطي بين دقيق الذره والدقيق العادي. او ممكن دقيق قمح كامل ودقيق عادي. ماشي. وهنحط على الوش اللوز اللي هو المقشر ومبشور. مبشور. طب يلا احنا ما نغطيش ده يا مروه. ما نغطيهوش. لا 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 هو ولا بنحط له ميه شويه بشويه ولا حاجه. هنحط له ميه بس لما يبقى لونه برتقالي. اوكي يلا هنحط الخمس بيضات. مين بيطبخ فيكم احلى؟ انتوا الثلاثه انت واخواتك؟ احنا الثلاثه فعلا. كل واحده ليها اكلاتها ليها. ماما طبعا بتطبخ احلى منكم كلهم طبعا. الجنزبيل ايه يا اميره؟ اهو ده ريحه قويه. وهنحط الفانيليا دلوقتي. البيض والفانيليا. البيض والفانيليا طبعا يا جماعه. قلب به الكيك اول ما يتحط البيض يتحط الفانيليا عشان ما ننساش. هو لازم مضرب كهرباء؟ يعني المواطنه اللي ما عندهاش مضرب كهرباء تعمل ايه يا شيخ؟ ممكن المضرب العادي. مضرب البيض العادي عشان بس ما حدش يتلكك ويقول ما عنديش مضرب كهرباء. بعد ما نضربه كويس هنحط الزيت بقى زيت الذره عليه. والمضرب شغال. والمضرب شغال. اوكي يقعد قد ايه على النار الجمبري ده يا مروه؟ اول ما 5 دقايق كمان يعني. اول بس ما يمسك كده ويبقى لونه لونه اتغير بقى اورنج. حطيت الزيت وبعدين هنحط السكر. هنحط السكر. متهيألي كده ان الكيكه دي والله اعلم لو حد حب يتشاقى يعني ممكن يحط لها معلقتين كاكاو ولا حاجه غيرها. ممكن. مش كده؟ ادي احنا بندي وصفات اهو. ورونا الستات وشطارتهم بقى مين عمل ايه وكيك ايه والرجاله مبسوطه ولا ايه؟ مش سامعين اي فيدباك يعني. بعد كده هنحط عصير البرتقال. حط عصير البرتقال. في ناس بتحط جنزبيل جوه الكيك. في طبعا بيحطوا جنزبيل. حلو قوي. في بيحطوا قرفه. ممكن برضه ممكن يحطوا البرتقال يبشروا القرفه بتاعته ويحطوها مع الفانيليا. تمام. هيك هنحط يعني ممكن الواحد يحط على الكيكه دي قرنفل مطحون. ممكن قرفه. ممكن جنزبيل. بالذات كيكه البرتقال. في ناس بتحط جوز الطيب كمان معاها. يعني كيكه البرتقال انا احط معاها كاكاو واحط معاها جنزبيل وتبقى 100 كله وعشره والدايت يبوظ كله يبوظ. ايه يا مرمون اخبار الجمبري؟ طبعا ابتدى يبقى اورانج. لونه بقى بصي بقى تحفه طبعا. ممكن نحط عليه بقى الشريط الشيري وشويه ميه دلوقتي. اوكي خليكم معانا كده. شوف بنحط ايه. احنا بنحط الصوص بتاع الجمبري الصوص اللي هي قالت عليه. انا مش عارفه ايه سويت شيلي صوص ده لكن احنا بنت يعني جميل. بنحط حلو قوي قوي. شويه ميه صويا صوص بداله وشويه ميه بيبقى سنه سبايسي فممكن نحط بداله الصويا صوص لو الناس ما بتحبش حاجه سبايسي. اللي ما عندوش ممكن يحط ممكن شويه ليمون وهوت صوص مثلا او هوت صوص. ممكن جميل. ومعلقه سكر بقى اهو. النظريه ان يبقى فيه حاجه مسكره يعني. اوكي هو مسكر في بيدي طعم سويت اند ساور. الكيكه اخبارها ايه؟ فاضل لك ايه كده؟ بيدي طعم. مروه فاضل لك ايه كده؟ هنحط البيكنج باودر. يبقى قربتي تحطي الدقيق بقى. وحطينا دقيق ذره والبيكنج باودر. وهنحط الدقيق العادي بقى. اوكي دي روعه فيها كل الحاجات. انا هطمن كل المشاهدين على ان الكيكه دي حلوه ولا ايه ان شاء الله لما ادوقها. انا هي الكيكه دي كمان ميزتها انها بتنفع للناس اللي عندهم كوليسترول. كوليسترول ها؟ حقيقي؟ عشان اللوز المقشر بيقلل الكوليسترول. الايه؟ والعصير البرتقال. طمنيني طمنيني عشان انا بحبه جدا وفعلا. عامله الكيكه دي لمامي قال؟ عاملاها لمامي. تسلم ايدك. ادي والله البنات اللي تفرح. ما خدتش ثواني يعني. امكانياتها بسيطه جدا يعني الحقيقه.
هنعملها بقى بايدينا شويه. مش سافرت بقى، اسكت يا محمود. انت حطيتي اللوز مفروم؟ لا اللوز هنحطه على الوش في الاخر. ده على الوش، لكن المفروم اللي جوه ده، الدقيق. لا ده الدقيق دورة، ومعاه الدقيق العادي. تمام. بصي، هي خلطه الدقيق بين دقيق الدورة عموما بيخلي الكيكه تفرول روعه. فلما تحط دقيق دورة على دقيق عادي تبقى الكيكه انعم، تبقى مفكوكه اكتر من الفانتسبانيا العاديه. شايفه روايح ده بقى عامله ازاي دلوقتي بقى؟ بالظبط كده حقيقه بقى طبعا. لو دوره بس تقلب بسيسه، ده تعليمات الشيف محمود. مش عارفه يعني ايه بسيسه، لكن هي دي. عارفه بشكسك بس. جمبري ريحته روعه. الجمبري والكيك وال يا جماعه، مع ان انا ما بحبوش يعني، بس ريحه حلوه. انا ماليش فيه اكتر، احب السمك اكتر من الجمبري. هجيب طاجن. هتجيبي طاجن مدهون، هنعمله مدهون زيت، ودي دوره متبطن يعني. الصينيه بتاعت الكيك هنبطنها بدي دوره. تمام. عشان هي بتخلي يعني تحطي زبده. زبده او زيت، وبعد كده دي دوره. وانت بطني بدي دوره. اوكي. عشان اخشن شويه، بيحافظ اخشن شويه، بيخليها يعني ما تلزقش في الله. تمام. بتقعد قد ايه في النار بقى يا مروه؟ بتقعد نص ساعه. نص ساعه على درجه حراره 150. اوكي كويس. القالب ده مش عالي شويه يا مروه؟ القالب ده عشان عالي هياخد وقت اكتر شويه في السوا. بياخد وقت اكتر، وهي هتنفش، هتعلى تلاقيها يعني من نص ساعه لساعه الا ربع. ساعه الا ربع. اوكي. يعني لو في طاجن اكبر من ده شويه هتاخد اقل، ممكن بس هترفع يعني. بترفع مروه، لكن هي حلاوتها وهي كبيره كده برضو يعني، كل ما كانت عاليه بتاخد نار زياده شويه. بعد كده هنحط اللوز بقى على الوش هنا كده. هي رشه البندق اللوز المبشور على الوش. بتدخليه الفرن. اوكي. بيتحمر معاه ده جميل. عارفه بقى لو ترشي معاه شويه قشر برتقان على الوش كده كمان تبقى اختراع. صح. طيب كده انا اطلع بقى الشكل النهائي للجمبري، وجنبه الرز البسمتي. جنبه الرز البسمتي. اوكي. وشوف ايه بقى مجرنشاه برده بجمبريايه. جميل يا مروه، تسلم ايدك. تسلم ايديك يا مروه. ريحه روعه. ونشوف الكيك كمان. انت بقى ايه؟ تسلم ايدك. الله، رائعه بجد، رائعه. برافو برافو. لا وجميله دي، سخنه على فكره، لسه طالعه من النار. احنا هنقوم حالا نشوف اخبارها ايه، بس اول ما الحلقه هنحط. ما بتنزلوش التتر ليه؟ طب انت بتحطي بقى ايه؟ حطيت الكزبره على الجمبري، دي اخر حاجه بعد خالص. ما كله استوى خالص حطيتي الكزبره الخضراء. طب بالمره بقى نقول لهم بنعمل الرز البسمتي ده ازاي، ما دام معانا لسه دقيقه كده. بنعمل الرز البسمتي. ايوه نعرف. ميه مغليه ونحط فيها الرز ونقطه زيت، او ممكن نعملها في الاستيمر على البخار. او بتسلقيه، بتحطي شويه ملح او شويه ملح، ممكن شويه زيت. حطي له ميه قد ايه؟ عشان دايما حكايه الرز البسمتي دي بتلخبط الناس، يقول لك هل زي الرز العادي ولا ايه؟ يعني ميه قد ايه الرز؟ لا يعني الكوبايه ونص رز المفروض تاخد كوبايتين ميه سخنه او ميه مغليه. كوبايتين. بياخد ازيد من العادي. مروه احنا بنشكرك جدا، نورتينا. نتمنى تيجي مره ثانيه تعمل لنا بقى تورتايه حلوه، ما دام انت موهوبه في التورت. نورتينا. سلامي لمامي واخواتك. منمن اوكي حبيبتي، نورتينا. وبكره ونلتقي في حلقه جديده. والستات ما بيعرفوش يكذبوا من غير حلفان. ابدا خالص والله، من غير حلفان. اهو ابدا خالص والله اهو.